لا عايزين نتكلم عن كاس العالم، عايزين نتكلم. احنا مش فاضيين الحقيقه نرد على اي مهاترات ولا اي كيد نسا زي ما بيقولوا، ولا اللي يغير مننا يغير. احنا ما عندناش اي مشكله، الاهلي احنا دايما بنتكلم عن نفسنا وعن بطولاتنا وعن علاقتنا الطيبه اللي بتربطنا بكل الانديه. الحقيقه يا اسامه كان هناك البعض بيحاول ان يدخل في هذا الامر، وان هو يقول لك اصل علاقه النادي الاهلي بالنادي اللي مش عارف ايه فيها ايه، ولكن اتضح تحديدا وخلال هذه الفتره ان علاقه النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتالي علاقه الكابتن محمود برئيس وفاق سطيف اعتقد كان لها دور كبير جدا النهارده. كابتن عبد الحكيم سرار طبعا لما زار النادي الاهلي من قبل وشباب لو معاكم، انا اسف اسامه، لو معاكم الحاجات دي لو سمحت حطوها لنا برضو عشان نفكر الناس بهذه الامور. لا طب خلينا نبتديها قبل ما نتكلم عن صفقه كندوز والعلاقات ما بين الاهلي وفاق سطيف، واحنا دلوقتي في المغرب وبعثه النادي الاهلي دلوقتي في القطايب، مخرجنا برجاوي جاب يعني شاف العلاقات الطيبه اللي بتجمع يا كابتن اسلام النادي الاهلي بكل الانديه الشقيقه، مش في مصر بس حقيقي. لا على مستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي، بنشوف حتى ريال مدريد النادي الكبير العالمي في التهنئه، شوف التهنئه كلام لما بيبعت برقيات لنادي الاهلي بمرور 100 سنه في المناسبات في الفوز بالبطولات، واحنا دلوقتي قدامنا الصوره العلاقات الطيبة، وهو ده النادي الأهلي. دايما بنقول النادي الأهلي مش مجرد نادي لكرة القدم، النادي الأهلي مؤسسة وكيان كبير. شوف النهاردة علاقة النادي الأهلي بفاق سطيف هي علاقة مصر بالجزائر، ليست مقتصرة على ناديين أو كرة قدم. صحيح. شوف الكلام الكابتن عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف عن النادي الأهلي، استقبال الكابتن محمود الخطيب لرئيس نادي وفاق سطيف، دي العلاقات اللي بتدوم. هو ده زي ما احنا بنقول دايما رجل الدولة، رجل الدولة اللي بيمثل الدولة في كل العلاقات في كل كلمة بتتقال. والنهاردة زي ما بقول النادي الأهلي ليس كيان كرة قدم، النادي الأهلي مؤسسة كروية كبيرة. بنشوف العلاقات مع الأندية الشقيقة في المغرب. صحيح. من قبل شفنا كلمة الكابتن محمود الخطيب في إحدى المؤتمرات أحد الرعاة لما اتكلم عن المغرب وإنجاز المغرب، واحتفل كمان بالأداء الرائع وإنجاز المغرب في كأس العالم. وشفنا أحد السوشيال ميديا والصحافة المغربية وهي بتتكلم عن النادي الأهلي. طيب تحب نطلع نسمع الكلمة ونفكر الناس، عشان الحاجات دي مهمة في إيه؟ الحاجات دي مهمة في إرساء المبادئ. هو كابتن محمود بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده مش لمحمود الخطيب انا اسف يعني، لكن هو بيعمل كده لبلده ولناديه، وازاي يقدر يوفق ما بين اذا كان هناك امور بتحصل ما بين الانديه او تفاوض بيحصل ما بين الانديه، ولكن في النهايه الاحترام المتبادل. النهارده كابتن سرار النهارده هو بيتكلم قال لك ايه؟ قال لك انا بحب محمود الخطيب وبحب النادي الاهلي. لاي حد قال الكلام ده؟ لاي حد قال له كده فيديو؟ مش قال كده يعني كلام. فالأول خلينا نطلع نشوف إيه اللي حصل أو كلمة الكابتن محمود الخطيب عن المنتخب أو عن المغرب ومنتخبنا المغربي، ونرجع نكمل. بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن إحنا كلنا نسلط الضوء عليها، لأن حاجة شرفتنا كلنا كأم عربية. بستأذنكم إن إحنا الأول نقدم التهنئة. التهنئة الحقيقة من القلب. وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب. وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم. وأثبت حاجة مهمة. مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه؟ أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام في العمل والروح في النفس تقدر تصل وتنال المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة
مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة، والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة. طبعا كل أمنياتنا بالتوفيق بإذن الله، بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله كمان، مع أنهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي ما ابتديت كلامي، مرحلة تسعدنا وتشرفنا جميعا كأمة عربية.